لما جينا هاجمنا الاخوان هاجمناهم واحنا في منطقتنا، ما هربناش بره وهاجمناهم. هو في قضيه مخدرات صح؟ كان اخونا وصاحبنا بس كده ما رضيش ربنا. انا اسمي جاب الابيض بتاع محاط، وعبد الله ده كان بيناولني زمان. هو ما كانش سالك مع نفسه، يعني ما كانش، كانت يعني سمعته في مش كويسه في الاول يعني، فما ارتحل بقى في حاله، والعناد اتغير والحال اتغير وعربيات وكلام من ده. هل الفلوس غيرته؟ اه طبعا، ما اللي يجري ورا الفلوس ويشي من بلده. ما انت حبيت الفلوس وسبت بلدك، انا اموت من الجوع وما اشمش على بلدي. يعني بصراحه ابوه راجل طيب وراجل مش متحمل اي كلمه من حد، لان طبعا مهما كان ده ضناه وبعيد عنه وعارف ان هو غلطان، بس ما هيفيد بايه الندم. الغلطه الكبيره ان الاولاد مش دايما بيسمعوا يعني اراء الاباء، وما يهمناش رضا ناس يكونوا مثلا هم اللي بايه، هم اللي بيستفيدوا من الوضع ده. هو في ناس ما اعرفش هم مين، لكن في ناس بتستفيد من الوضع ده. مصر امانه في رقاب الكل، ما ينفعش العبث بيها، لانه بلدنا لو حصل فيها اي انقلابات او اي حاجه هتتحول لاي زي اي بلد، زي ليبيا، زي سوريا، زي العراق، زي اي بلد حصل فيها ده، كل يوم والتاني قتلى وجرحى وعدوات مستميته بين الناس وبعضها. اذا مفيش حد مستفيد من الوضع دوت الا اللي قصدهم يخلصوا، اللي قصدهم يخربوا البلاد. الكلام ده حصل لعبد الله هناك، فانا لو قلت انا جاي بضربه من ضروب الكذب، انا ما اعرفش ايه اللي خلى عبد الله يتحول. مواليد نادي الصيد، بقالي 51 سنه هنا في نادي الصيد. عبد الله طول عمره متطلع وصولي بشكل او باخر، ما احنا كلنا بادئين مع بعض وكلنا بساط وكلنا فقراء. ايه اللي وجهك التوجيه ان انت تبقى ضد بلدك؟ ليه تنهي بلدك؟ ليه بتساعد على ضياع بلدك؟ ليه بتساعد على سقوط بلدك؟ ليه بتدمر البلد؟ ليه بتبقى انت مثال سيء للشعب المصري عندنا في مصر هنا؟ هو في قضيه مخدرات صح؟ لا صح القضيه دي. انا خلي بالك، انا مش بتكلم، خلي بالك انا بتكلم، ربنا شاهد على اللي انا بقوله. اتحبس فيها، قعد انتظار على ما اظن كده، هو انتظار بتاع 6 شهور وخد براءه بعد كده. المشاريع ديت في خلال 2 أو 3 سنين هتكون اكتملت، وهتكون البلد وقفت على رجليها واقتصادها بقى قوي، ولا هينفعك الاخوان ولا هينفعك تركيا اللي انت قاعد عندهم، لان دي ناس ضد بلدنا وضد جيشنا وضد شرطتنا. اللي عمله مش اسهول، عشان احنا بنحب البلد دي، بنحب مصر وبنخاف على مصر وبنحب ناسه وبنحب اهله وفي امان معانا هنا. وما يرضي الله، مش عشان انت رحت قعدت في تركيا، كلنا شعب وطن وشعب مصر وبنحب مصر وبنخاف على بلدنا وعايزين بلدنا حالها يتصلح، وربنا يصلح الحال على المسلمين وعلى المسيحيين وعلى أمة محمد. وما يرضي الله. أنا اسمي جاب الأبيض بتاع محار، وعبد الله ده كان بيناولني زمان، وكان متبقى محار وراجل شقيان وراجل تعبان، بس خد خط تاني بقى، ما نعرفش ايه قصته. أقول حزب الله ونعم الوكيل، لأن مصر هي أم الدنيا. تعال اتفرج على سوريا راحت فين، وليبيا راحت فين، والدنيا خربت كلها. هي مصر ربنا حاميها، وثم الراجل عبد الفتاح السيسي الجمهوري ربنا يكرمه، وهو حاميه بجيشه وبشرطته. فوجئت ان هو بيهاجم البلد مره واحده من ساعه ما راح تركيا، بس مش اكتر ولا اقل. انا عايز اسالك سؤال واحد، انت قبضت كام عشان تهاجم البلد؟ مش دي المنطقه اللي ربيتك وانشات منها؟ مش دي البلد اللي طلعتك راجل؟ وفي الاخر ده جزات البلد اللي انت بتهاجمها؟ مالها نعمه الامن؟ ده مش موضوعك ولا مواضيعنا اللي بتتعامل دي، وما ينفعش ان احنا نهاجم جيشنا ولا داخليتنا ولا بلدنا، ان احنا ناس وطنيين بنحبوا البلد ديت وبنحبوا جيشها وبنحبوا شرطتها وبنحبوا اهلها.